الجزائري، فمجموعة من المعطيات الاجتماعية والثقافية كتساهم بشكل كبير في ارتفاع معدل تزويج القاصرات. هاد المرة وقفنا في هاد المنطقة على أن الزواج بالفاتحة باقي منتشر، وفي هاد المنطقة بالذات، رغم ما يترتبوا عليه من مشاكل قانونية كبيرة، وهذا الشيء اللي كتأكدوا لنا موظفة بمكتب الحالة المدنية بجامعة تندوت. حكم تجربتي المهنية أني كنعمل ضابطة الحالة المدنية بجامعة تندوت التابع لقيادة إمران ورزازات، باقي عندنا هاد الحالات ديال زواج القاصرات، زواج بالفاتحة، وكثير كثير خاصة في المناطق النائية عن مركز ديال تندوت. بالنسبة للمشاكل اللي كترتب على هاد الزواج، أن الأطفال ديالهم ما كيتزوجوش في الحالة المدنية، كيكونوا هما الضحايا ديال هاد الزواج القاصرات، لأنهم هما ما كيوعوش بعدا بالمشكل حتى يوصل الدري سن التمدرس. عاد ديك الساعة كيجي عندنا كيقول لنا ولدي ما مسجلش، ما هذا، كنقول ليه جيب لنا رسم الزواج، راه ساهل، المسطرة نصيفطوا على المحكمة وغيتسجل الدري. ولكن من بعد حنا كنلقاو بأن ما راه ماشي مشكل ديال الدري ما مسجلش، راه المشكل ديال هذا رسم الزواج هو اللي باقي، عقد الزواج هو كاع اللي ما كاين اصلا. كيف ما اكتشفنا، فالزواج بالفاتحه منتشر بشكل كبير في العديد من المناطق ديال المغرب، وهذه فتاه تم تزويجها بالفاتحه وما تمتش توثيق زواجها. اليوم عندها مشكل في تسجيل ابنها في الحاله المدنيه، وما عندهاش امكانيه لتسجيله في السجل الاعدادي. هذه المراه دابا تزوجت باقا صغيره، باقا ما عقلاش كاع هي على السن فاش تزوجت. تزوجت معندها مات ليها باها، مات تمها، وعندها الدراري بزاف، كاين الدراري بزاف، عندها الدراري بزاف، يعني ما كاين حتى شي حاجه. باها ما خلى لهم لا الحاله المدنيه لا حتى حاجه، ما كاينينش الوراق باش انها تدخل ولادها للمدرسه ودير سميتو، ما عندهاش. ودابا عندها الدراري كيقراو في المدرسه ولكن ما عندهمش عقد لي الزياد. إلا دابا كملوا من السات باش يمشيوا للكوليج الإعدادي، ما عندهم باش يمشيوا، ما عندهمش الوراق باش يمشيوا للإعدادي، يعني حدهم يقراوا السات الابتدائي صافي غيخرجوا يجلسوا. ورثا قالوا مزيغ سلو ارتد دايت الليل عدان الشهرية ورداني وقت اللوك اللي كتاهنا، يعني ارتي وك تبليغت ورثي دغاوك ساقينا ديالي غلي اتهال تهلا ورداني الكوا غيد نبا ورداني ما سكر راسو. مشات كي داروا الكاز عاد تسكر حتى هو عامين. مزوجة باقا صغيرة، يعني ما عقلاش على العمر ديالها، ما عرفاش العمر ديالها شحال عندها في العمر. وفاش تزوجت قسات عامين عند الراجل، عاد بلغات، يعني عاد بلغات، عاد دارت الولاد باش تزوج في ذاك السن اللي تزوجت فيه. دابا ما بغاتش ولادها، ما كرهاتش دابا يكونوا عندها الوراق ديالها باش انها يقراو ولادها ويجلسوا حتى يكون عندهم السن الزواج وتزوجهم. يعني هي ما كرهاتش ترجع اللور باش انها تقاد كل شيء، يتقاد لها كل شيء كما بغات، حيت ولادها كيقراو مزيان، يعني ما عمرهم سقطوا ولا شي حاجه، كيقراو مزيان، بغات تشوفهم انهم يكونوا اساتذه، يكونوا شي حاجه. اين الزياغ اللي كان مدير الملف اتدنا عمري ورو وردار نو ماسك تدنا عمر دات نتفي ابراهيم انه كل الحاله المدنيه، يعني حاليا دابا عطاهم المدير اسميتو ديال الدراري الملف ديال الدراري باش يديوه باش يعمروه، ما بغاوش يعمروه اليوم حيت ما كاين لا لي زيكستير، ما كاين حتى حاجه. انتشار الزواج بالفاتحه ما كيقتصرش فقط على المناطق القرويه بل ايضا المدن، كيف ما غادي نسمعوا على لسان القاضي احمد البشيري. للاسف نلاحظ على انه حتى الى يومنا هذا لا زال الزواج بالفاتحه وفي الدار البيضاء راسخا مترسخا. من اجل الوقوف على قراءه في هذا الواقع الصادم، كانت الوجهه ديالنا هذه المره وزاره التنميه الاجتماعيه والاسره والتضامن، من اجل الاطلاع بشكل اكبر على الدراسات والارقام المتعلقه بزواج القاصرات والاجراءات الكفيله بمحاربه الظاهره. احنا اللي تنتعاملوا مع الاحصائيات ديال وزاره العدل هي انه النسبه تقريبا هي في حدود 10%. المعطيات الأساسية هو أنه السن ديال 17 سنة و 18 سنة هو تيشكل الغالبية ديال هاد العقود، يعني غالبا أكثر من 66%
التزايد او التناقص ما خصناش نشوفه على المستوى الوطني، ربما ممكن نشوفه على المستوى الجهوي. فملي يكون عندنا معطيات حول بعض المناطق بالمقارنه مع المجهودات اللي داروا على مستوى التمدروس، على مستوى التحسيس، على مستوى دعم الجمعيات، ممكن ان نقدم قراءات على شنو هو الاجراءات الكفيله لمحاربه الظاهره. الاحصائيات اللي تتبين دابا بانه بعض المناطق مازال فيهم الظاهره، ولكن الاعمال اللي تيداروا على مستوى رفع مستوى التندروس، نسبه التندروس ديال الفتيات وتاهيل الاسر والتوعيه الى غير ذلك، غيساهم باش نحاربوا هذه الظاهره. نحاربوا هذه الظاهره يعني بشكل مهني وبشكل احترافي، وكذلك نظرا لان تتحكم فيه عده عوامل اجتماعيه. من بين الاشكاليات اللي كتطرح بخصوص زواج القاصرات هي عدم توثيق عقود الزواج بشكل نهائي والاكتفاء بقراءه الفاتحه. وفي هذه النقطه بوتين القروي مستشاره وزير العدل والحريات لها وجهه نظر. هو اللي كاين انا كما قلت في البدايه هو السبب ديالو سبب اجتماعي بالدرجه الاساسيه، لان القضاة ما كانوا يحكون في مجموعه من المحطات بان يرفضون طلبات الزواج، يرفضون طلبات الاذن بتزويج القاصر، لان كتبان لهم بان مجموعه بان من العوامل ما كتاهلش هذيك الفتاه انها تحمل المسؤوليه ديالها. ورغم ذلك العقليات الاجتماعيه السائده كيجي نفس الحاله التي رفض لها الاذن بالزواج، كتجي وتطالب بتسجيل عقد الزواج في اطار ما يسمى بثبوت الزوجيه فيما بعد. اذا الاشكال الحقيقي هو اشكال ثقافي، لا يمكن ان نحمل الساده القضاة المشكل، لان القضاة هم بصدد تطبيق نص قانوني وضعه المشرع. الساده القضاة بصدد تطبيق نص قانوني على حاله انسانيه، حاله اجتماعيه، ماشي حاله جامده، يعني نص القانون ماشي. فبالتالي هو يتفاعل مع الحاله، في بعض الاحيان يرفض، في بعض الاحيان يقبل، حسب الحاله وحسب الحيثيات المقدمه امامه في الطلب. وكما قلت رجع القصه، فكيرجعوا هذوك النساء وهذوك الفتيات وكيرجعوا كيطالبوا بتسجيل ديال العقد الزواج. وبعض الاحيان كنلقاو راسنا قدام حالات اللي ضاعت الحقوق ديالها لان هذاك القاضي رفض ان يسجل عقد الزواج، وبالتالي كتلقى ديك القاصر ما عندهاش حتى اثبات باش تثبت العلاقه الزوجيه بينها وبين هذاك الشخص، وكتضيع حقوقها كثيره. فبالتالي القاضي كيكون كما نقول بين المطرقه والسندان، هناك واقع اجتماعي، هناك طلبات المجتمع يطلبها، هناك نص قانوني، هناك هو عنده وعي وادراك بان هذه الحاله هذه ماشي بالضروره هي الحاله السليمه، فكيف يوازن بين هذه الامور؟ فما نديروش الثقل كله على القاضي، القاضي ليس وحده هو الذي يتحمل كما قلت هذه المسؤوليه هذه. مهما كانت الاشكاليات المطروحه فتزايد زواج القاصرات بشكل كبير صبح كيطرح العديد من التساؤلات. كيف ما لاحظنا في الجزء الثاني من الحلقة، فالإشكالية القانونية والاجتماعية كتطرح بحدة تغيير بعض البنود الواردة في مدونة الأسرة، وهذا التغيير مازال خالق الجدل إلى اليوم. ففي هذا الجزء غادي نقربوكم من المجهودات المبذولة من طرف الدولة والمجتمع المدني للحد من ظاهرة زواج القاصرات من خلال عرض الحلول المطروحة. لنتابع. ارتفاع معدل السماح بتزويج القاصرات دفع البرلمان لتقديم مقترح قانون كيقضي بتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بزواج القاصر. ومن بعد ما كانت المادة في صيغتها الحالية كتنص على أن القاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتاة والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع الأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. فإن التعديل اللي اقترحوه نواب الأمة كيقضي أن يأذن القاضي بزواج الفتاة والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 على ألا يقل سن المأذون عن 16 سنة بمقرر معلل كيبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع الأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج
ومقرر الاستجابة لطلب الإذن بالزواج القاصر غير قابل لأي طعن. الصيغة اللي تم اقتراحها خلفت ردود فعل متباينة على اعتبار أنها كتسمح بزواج القاصر بعد بلوغها سن 16 سنة، وهو السن اللي كاع ما كيتناسب مع السن الأهلية القانونية المحددة في 18 سنة. هو